السلام عليكم حجية، اليوم مباراة شاكر زاني متشحنا. شنو اسم حضرتك؟ حنان كامل حنان. حجية، كم عدد أفراد الأسرة مالتك؟ يعني بالنسبة اللي قاعدين هنا ثلاثة. نعم ثلاثة. تستلمين رعاية أنت؟ ها؟ تستلمين؟ إيه. كم شهر قطعوها من عندي؟ قد كنت تستلمين؟ 195 كل شهرين. هسه قطعوا عنك؟ ما قالوا لك شنو السبب؟ ما قالوا، بس على اساس يقولون يعني مثل يعرفون انه البنات معرسات ام بالبيت. نعم. فجبت لهم تأييد. نعم. زين قلت لهم بانهن ما معرسات وعندي بنيه تخلف عقلي بالبيت. نعم. ووديتها لهم. كملت يعني الفايل. نعم. طلعوا كشف للبيت. جتي البنيه. نعم. اي عاد قالك بنيه، قالت خاله يعني وضعت بنات هالشكل يعني وهن بالبيت، زين ليش قطعوا الراتب؟ والله بعد ما ادري يمه. نعم، يعني حد هسه ما انطوكم جواب؟ لا لا حد الان في شيء. نعم، البيت اللي ساكنين به انتم شنو تجاوز؟ هذا البيت مال ورثه يمه، انا قاعده به هالشكل يعني. نعم. زين، لكم حصه به انتم لو؟ لا والله يقولون الشرع الدين يقول ما لكم حصه لان الام توفت قبل الولد. ها زين، هسه انتم قاعدين به لو راح شلون قلت؟ هسه والله انطوني انذار قالوا على انت يعني يردون البيت. زين، بعد رحمه الله اوسع من كل شيء يا يمه. الحمد لله والشكر. كيف الله بعد؟ شنو محتاجة يا حجية للبيت؟ والله احتياجاتك. شوف انت هاي قدامك. غسالة ماكو، البنات يغسلن بيديهن. نعم، بعد شنو محتاجة؟ طباخ ماكو، شي صغيروني حاطينه، احنا تدخل تشوفه بعد انت. نعم. التلفزيون تشوفه مرة هذه، مكيف ما يشتغل. نعم. انزين، قلتي عندك بنتك مريضة مو؟ اي مريضة. شنو بيها؟ من الولادة هذا؟ من الولادة. زين جاي تراجعين طبيب شيء؟ لا والله ما راجعت بعد، هي على وضعها، بعد يرادها يا يما فلوس. نعم. فلوس ما لهورك شو يا عمي؟ شو يا عمي؟ اسألها وسؤال جاوبك فيه. نعم. لهورك شو؟ إيه احكي ويا احكي. أنت من يمتى عندك؟ شو اسمك؟ زهراء. زهراء. شنو تحبين تقولي للناس شوفك؟ أنت شنو تحتاجين؟ أنا ودي أجيب لك عمر، احكي ويا. ايه قليله شنو تردين؟ هو جاي انا مو جاي يسال شنو تردين انت؟ محتاجه شنو هو قليله؟ زين حجيه شلون تمشين امورك؟ هسه ست الرعايه قاطعينها يعني شلون يعني؟ والله بعد احنا هاي اهل الرحم ما جاي يقصرون. نعم. ايوه هو الحمد لله شوية. الحمد لله. ان شاء الله الاخوان حجيه ما قصروا وياك واللي يقدرون بيقدمونها لك ان شاء الله ما تقصرون. والله يا يمه شنو تحبين تقولين انت براحتك لك الكلام؟ الصحه والعافيه ان شاء الله يرزقكم ان شاء الله ثم تساعدون المحتاج. الله يحفظك.